السلام عليكم انا سونيك عمل ايه يا شباب ان شاء الله تكونوا بخير اول حاجه عشان تبقوا فاهمين انا مش متخصص خالص في مجال الموشن جرافيك وبعيد جدا عن المجال بتاعي وهو البرمجه بس قدرت اوصل نتيجه كويسه جدا بدون اي خبره في الموشن جرافيك والفيلم القصير اللي اتعرض قدامك من شويه ده انا مش قصه مثلا من فيلم انمي او مسلسل انمي ولا حاجه بل بالعكس انا عملته كله من اول تصميم الصور الى الساوند افكت اللي هي المؤثرات الصوتيه وعايز اقول لك ان الفيلم القصير اللي انت شفته ده هو عباره عن الصور دي اللي انت شايفها قدامك دلوقتي وحرفيا دي حاجه مجنونه انت متخيل انك انت دلوقتي تقدر تعمل فيلم قصير انمي او ايا كان زي استوديوهات الانمي مش هقول لك انه ينافس استوديوهات الانمي الكبيره او حتى الصغيره عشان ما بالغش قوي ولكن بتقدر توصل لمستوى بجوده كويسه قوي عن طريق الذكاء الاصطناعي بس ده غير طبعا ان الموضوع ده ممكن تربح من وراه فلوس كويسه قوي يعني مثلا تقدر تعمل افلام قصيره للعملاء لو انت بتشتغل اونلاين على موقع خمسات او ورك اب او فريلانسر وحرفيا انت لو دخلت في المجال ده هتتحاسب بالدقيقه وطبعا الناس اللي هم شغالين في مجال الموشن جرافيك يعرفوا كويس قوي الكلام ده وعلشان تعرف تعمل حاجه زي كده كل اللي عليك بس انك يكون معاك موبايل او بي سي وعليهم انترنت، وطالما انت دلوقتي بتتفرج عن طريق انترنت عليا من موبايلك او البي سي بتاعك، كده معناه انك انت متوفره معاك الامكانيات دي وتقدر تطبق معايا الطريقه، بس عايزك قبل ما نبدا الشرح انك تتفرج الاول على الفيديوهين اللي فاتوا اللي انا عملتهم، لانهم مهمين جدا ومرتبطين بالفيديو ده، لان انا في بعض الحاجات هعديها ومش هشرحها عشان ما نطولش في وقت الفيديو، وكفايه اصلا ان الفيديو هيبقى طويل اصلا، وانا هكون عامل حسابي انك انت اتفرجت على الفيديوين اللي فاتوا وهتلاقيهم تحت في اول الديسكريبشن او الوصف روح اتفرج عليهم الاول وبعدين تعالى على هنا يلا بينا على شرح الطريقه بس متنساش انك تعمل لي لايك وسبسكرايب لو تكرمت يعني ويلا بينا على طريقه الشرح عايزك بقى تركز معايا كده وتفوق علشان هنبدا بجد دلوقتي وان شاء الله اخي توصل لمستوى انت هتكون راضي عنه جدا عشان نعرف نوصل لمستوى اللي انت شفته في اول الفيديو هنعدي على كذا مرحله وهم واحد كتابه سكريبت للمشاهد، اثنين تحويل السكريبت الى صور، ثلاثه تحويل الصور الى فيديو، اربعه رفع جوده المشاهد الفيديو مع ازاله العلامه المائيه، وهتفهمها قدام ما تقلقش، خمسه عمل مونتاج مع اضافه تاثيرات صوتيه اللي هي الساوند افكت يلا بينا على اول مرحله واللي هي كتابه سكريبت للمشاهد احنا عندنا كذا موقع بالذكاء الاصطناعي يقدر يتخيل لنا شكل المشاهد اللي احنا عايزينها ومن اهمهم شات جي بي تي وجوجل برد بس انا هستخدم شات جي بي تي وانت ليك الحريه وتقدر تستخدم اللي انت عايزه ومش شرط خالص انك تستخدم نفس الحاجات اللي انا بستخدمها واي موقع هتكلم عليه اثناء الفيديو هتلاقي اللينك بتاعه تحت في اول ديسكريبشن او الوصف علشان اسهل عليك الدنيا هنفتح شات جي ونخليه يتخيل لنا شكل المشاهد اللي احنا عايزينها انا عايزه يتخيل لي المشاهد قريبه من المشاهد اللي انا عرضتها في اول الفيديو وهقول له مثلا اكتب برومت لعمل 10 مشاهد فيديو بالذكاء الاصطناعي ويجب ان يكون كل مشهد من هذه المشاهد لا يتعدى 3 ثواني وهتفهم قدام في الفيديو انا ليه قلت له انا عايز كل مشهد من المشاهد يكون وقته 3 ثواني بس والجزئيه اللي انا كتبتها دي مهمه جدا ولازم تكتبها عندك اجباري وهتلاقيني سايب الجزئيه دي عندك تحت في الوصف عشان تاخدها كوبي وتحطها عندك وبعدين دلوقتي هتبدا توصف شكل المشاهد اللي انت عايزها انا مثلا هقول له اريد هذه القصه القصيره ان تكون عن طفل صغير يعيش مع جده في بيت صغير في مزرعه ريفيه وهذه المزرعه يتواجد فيها احصنه وماعز وخراف ومناظر طبيعيه جميله وهتبدا تكتب له بعض التفاصيل اللي انت عايزها وبعد ما توصف شكل المشاهد هتقول له في الاخر اريد هذه المشاهد ان تكون باللغه العربيه واللغه الانجليزيه وده بسبب لو انت مش افضل حاجه في اللغه الانجليزيه تبقى فاهم المشاهد بتتكلم عن ايه بالظبط وبرده علشان لو انت عايز تعدل على شكل المشاهد وبعدين هتضغط على انتر وزي ما انت شايف وصف لك شكل المشاهد اللي انت عايزها باللغه العربيه واللغه الانجليزيه وفي برضو حاجه مهمه جدا لازم تكتبها وهي انك هتقول له هل يمكنك وضع اسم المؤثرات الصوتيه لكل مشهد لان الذكاء الاصطناعي هو افضل واحد يقدر يوصف لك المؤثرات الصوتيه لكل مشهد بشكل دقيق وهتفهم بشكل اكبر انا بقصد ايه في الفيديو قدام برضو وبعدين اضغط على انتر وبعد ما كتبلك اسامي المؤثرات الصوتيه لكل مشهد هتقول له برده ترجمها الى اللغه الانجليزيه وده طبعا بسبب انك انت لما تيجي تبحث عن اسامي المؤثرات الصوتيه بتبحث عنها بالانجليزي احنا دلوقتي عملنا اول مرحله بنجاح وهي تخيل شكل المشاهد الفيلم وخلينا دلوقتي نخش على المرحله اللي بعديها واللي هي المرحله الثانيه بما ان احنا عملنا سكريبت لكل مشهد فمحتاجين نحول السكريبت بتاع كل مشهد الى صوره وفي مواقع كتير جدا بالذكاء الاصطناعي بتقدر تقدم لك الخدمه دي بس احنا هنستخدم موقع ليناردو اي لان هو افضلهم بالنسبه لي وفي او طريقه عايزين نستخدمها في ليوناردو اي اي عشان هتفرق معانا قوي في جوده الصور وهي ان الموقع ليوناردو بعد ما تيجي تسجل اكونت بتاعك لاول مره بيفتح لك خاصيه والخاصيه دي اسمها الكامي والخاصيه دي بتودي الصور بتاعتك لحته ثانيه خالص وبتخلي الصور بتاعتك اكتر احترافيه وعلشان اوريك الفرق وانا فاتح الخاصيه دي وما بين وانا قافلها الصوره اللي موجوده على اليمين دي وانا مفعل الخاصيه والصوره اللي موجوده على الشمال دي وانا قافل الخاصيه وعلى فكره الصوره دي مش هزار وهتلاقي طبعا في فرق ما بينهم رهيب جدا والموقع بيسمح لك انك تستخدم الخاصيه دي خمس مرات بس في اليوم وطبعا العدد ده يعتبر انه قليل قوي وعلشان تقدر تستخدم الخاصيه دي بلا حدود وزي ما احنا عايزين في اليوم هنستخدم موقع ستيمب ميل ولكن قبل ما نستخدم ستيمب ميل هندخل اول على موقع ليناردو اي اي ونعمل لوج اوت لو انت مسجل الحساب بتاعك القديم على الموقع وسيب الصفحه دي وما عشان هنستخدمها كمان شويه وبعدين هندخل على موقع تم ميل وزي ما انا قلت لك ان جميع المواقع المستخدمه في الفيديو ده هتلاقيها كلها تحت في الوصف عشان اسهل عليك الدنيا هتضغط هنا علشان تعمل كوبي للايميل وبرده ما تقفلش الصفحه دي عشان هنستخدمها تاني وبعدين هنروح على الصفحه اللي انا قلت لك ما عشان هنستخدمها تاني وبعدين هتضغط على ساين اب عشان نعمل حساب جديد وبعدين هنا هتعمل بيست للايميل اللي احنا اخدناه كوبي من تيم ميل وهتكتب هنا اي باسورد انت عايزه وبعدين اضغط على ساين اب وبعدين هيقولك لك ادخل الفيريفيكيشن كود واللي هو كود التفعيل وعلشان تعرف تدخل كود التفعيل هتروح على صفحه التيم ميل اللي انا قلت لك ما تقفلهاش برده وهتنزل تحت هتلاقي جوه البوكس ده جات لك عليه رساله فعلا هتضغط هنا وبعدين هتلاقي كود التفعيل قدامك هتاخده كوبي وهتروح بيه على موقع ليناردو تاني وهتضغط على بيست في الخانه دي وبعدين اضغط على كونفيرم اكونت وزي ما انت شايف البرنامج فتح معايا بشكل عادي جدا وعندي 150 توكنز جداد والطريقه دي تقدر تستخدمها بلا حدود وخلينا دلوقتي نطبق الطريقه او التركه اللي انا حكيت لك عليها من شويه هتضغط هنا على اي اي ايمج جنريشن واول حاجه نبدا بيها ان احنا هنفعل خيار الالكيمي وده اهم خيار انت لازم تفعله متنساش تنساش برده تفعل الخيار ده اللي هو البرومبت ماجيك لانه بيفرق جدا في جوده الصور واضغط هنا واختار دايناميك ومن هنا هتختار الموديل الرسم اللي انت عايزه بما ان انا عايز المشاهد بتاعتي او الصور بتاعتي تبقى قريبه من ستايل بتاع الرسم الانمي فانا هختار الموديل ده اللي اسمه انمي بيستل دريم والخيار ده انت بتختاره بناء على المشاهد اللي انت بتخيلها يعني فرضا لو انا عايز المشاهد بتاعتي او الصور بتاعتي تبقى قريبه من ستايل الكرتون فبختار 3 دي ستايل انيميشن ومن هنا هتختار عدد الصور اللي انت عايز تصممها انا مثلا هختار اربع صور ونصيحه مني اختار اربع صور ومن هنا بتختار مقاس الصور لو انت عايز الفيديو بتاعك يكون بالعرض بتختار 16 9 ولو انت عايز الفيديو بتاعك يكون بالطول عشان يكون مناسب على موبايلات بتختار مقاس 9 16 انا مثلا هختار 16 9 وبعدين هنروح على الشات جي بي تي علشان ناخد من هناك مشهد مشهد كوبي من اللي احنا صممناهم من شويه وبعد ما انا اخدت كوبي للمشهد الاول هنرجع تاني لموقع ليناردو وهنضغط على بيست في البرومتس بس لو انت لاحظت حاجه هتلاقي انا كاتب في اخر برومتس. استوديو جيبلي ومعلومه على السريع لو انت متعرفش ايه هو استوديو جيبلي فهو استوديو متخصص في رسم الافلام الانمي ومن اشهر افلامهم هو فيلم سبيرتد أوي واعتقد انك انت اتفرجت عليه او حتى على الاقل سمعت عنه فالرسم بتاع الاستوديو ده جميل جدا وانا عايز شكل المشاهد بتاعتي تبقى قريبه من طريقه رسم او طريقه الستايل بتاع الاستوديو ده ومش شرط خالص خالص انك تكتب استوديو جيبلي زي ما انا كتبت ولكن تقدر مثلا بدل ما تكتب استوديو جيبلي تقدر تكتب استوديو ديزني او بيكسر لو انت عايز ستايل الرسم يكون كرتوني مثلا المهم من الاخر هتكتب شكل ستايل الرسم اللي انت عايزه وده بيبقى بناء على تخيلك للمشاهد وبعدين هتضغط على جنريت علشان يبدا يعمل عمليه صناعه الصور او المشاهد وزي ما انت شايف ازاي الصور بتاعتنا اتنقلت لحته تانيه خالص بعد ما فعلنا خيار الالكمي والصور حرفيا بقت اكتر من احترافيه ولو فرضا مثلا عجبتك صوره من الصور دي هتضغط هنا على داونلود عشان تحمل الصوره وهتفضل تطبق الطريقه دي مشهد مشهد لحد ما تخلص كل المشاهد وبرضو لحد ما توصل للنتيجه اللي انت عايزها بس خليك فاكر انك انت مسموح ليك انك تستخدم الطريقه دي خمس مرات بس في اليوم ولو انت بعد ما خلصت الخمس مرات بتوعك وبعدين جيت ودوست على جنريت هتظهر قدامك الرساله دي من الموقع وهو انك انت تعمل ابجريد او سابسكرايب وطبعا بيبقى بفلوس علشان تتفتح لك الميزه دي تاني وفي الحاله دي هتطبق الطريقه اللي انا قلت لك عليها من شويه وهي انك هتعمل لوج اوت للموقع وتبدا تطبق الطريقه اللي انا قلت لك عليها ممكن فعلا الموضوع ده يبقى رخم شويه في الاول ولكن صدقني الموضوع يستاهل لانك انت شفت الفرق عامل ازاي ويلا بينا على المرحله بعديها واللي هي المرحله الثالثه احنا دلوقتي عملنا الصور للمشاهد اللي احنا عايزينها وعشان نخلي المشاهد بتاعتنا متحركه فهنستخدم موقع بيكا وموقع بيكا متخصص في تحريك الصور بطريقه احترافيه بالذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت موقع مجاني تماما وتقدر تستخدمه زي ما انت عايز بلا حدود وعكس بقيه المواقع التانية اللي بتبقى بفلوس وعلشان تقدر تستخدم موقع بيكا لابس لازم يكون عندك على البي سي بتاعك او على موبايلك برنامج الديسكورد واعتقد ان برنامج الديسكورد موجود عند اغلب الناس ولو انت مش عندك برنامج الديسكورد هتلاقيني سايب لينك بتحميل بتاع الديسكورد تحت في الديسكربشن او في الوصف ولو انت معاك موبايل بتقدر تحمل الديسكورد بكل سهوله هتخش عندك على بلاي ستور وهتكتب في سيرش ديسكورد وبعدين هتثبت البرنامج فروح حمل البرنامج واعمل عليه وبعدين طبق الطريقه اللي هقول لك عليها دلوقتي هتكتب على جوجل بيكا لابس وبعدين اضغط على انتر وهتختار اول لينك وبعدين الصفحه هتفتح معاك بالمنظر ده وبعدين هتضغط على جوين بيتا وهيفتح معاك الديسكورد تلقائي بالمنظر ده وعلشان تبدا تعمل عمليه تحريك الصور هتنزل تحت شوية وهتضغط على أي واحدة من الجنريت دول، أنا مثلا هضغط على جنريت 1 وزي ما انت ملاحظ كده هتلاقي إن في صور كتيرة موجودة على السيرفر ده وده بسبب إن السيرفر ده مجاني ومش ليك لوحدك وبعدين هتنزل تحت للآخر وهتضغط هنا على المسج وبعدين اضغط من الكيبورد على سلاش وبعدين اضغط على حرف A اللي موجود عندك في الكيبورد وبعدين اضغط على كلمة انيميت اللي ظهرت قدامك وبعدين هتضغط على ايمج علشان تعمل ابلود او رفع للصوره اللي انت عايز تخليها متحركه وبما ان انا احول الصوره بتاعتي دي لفيديو فانا هحتاج ان انا اضيف برومت عشان تعرف تضيف برومت او وصف هتضغط هنا على بلس وان مور وبعدين اضغط على برومت علشان تضيف الوصف اللي انت عايز تطبقه على الصوره بتاعتك علشان تحولها لفيديو ولو انت مش عارف تضيف ايه في البرومت تقدر بكل سهوله تاخد برومت بتاع الصوره دي اللي احنا عملناها على الشات جي بي تي وتضيفه عندك في البرومت هنا وتقدر برضو انك ما تضيفش شيء في البرومت وهيشتغل معاك عادي وده بسبب ان الذكاء الاصطناعي بيقدر انه يتعرف على محتويات الصوره بيحرك الصوره بناء على محتويات الصوره ولكن انت من الافضل انك تكتب برومت علشان التحريك يبقى اكثر دقه زي ما انت شايف كده هتلاقيني كاتب في اخر البرومت استوديو جيبلي وده بسبب ان انا بفهم الذكاء الاصطناعي وبقول له عايز طريقه حركه الفيديو بتاعتي تبقى قريبه من تحريك استوديو جيبلي وبعدين اضغط على انتر عشان يبدا يعمل لك عمليه تحريك الصوره ويحولها لك الى فيديو وهتلاقي ان المسج بتاعتك او الرساله بتاعتك نزل تحت هنا بالمنظر ده عشان يبدا يتعمل لها جنريت او صناعه واللي حرفيا هتاخد معاه ثواني تقريبا واضغط على الزرار ده خمس مرات عشان يتكرر عمليه صناعه الفيديو لانه مستحيل الفيديو يطلع معاك من اول مره مظبوط وهتفضل تكرر العمليه دي لحد الفيديو ما يطلع معاك بافضل نتيجه انت عايزها وبعد ما تخلص العمليات اللي انت عملتها هتخش على فيديو فيديو وتجربه ولو انت لاحظت هتلاقي ان الفيديو عباره عن تلات ثواني بس والفيديو ما ينفعش تخليه اكتر من 3 ثواني دول ولكن في طريقه تانية بتخليك تعرف تكتر الفيديو عن ال 3 ثواني دول بس الطريقه التانية دي هتحتاج فيديو ليها لوحدها فانتم لو عايزين ان انا اعمل فيديو تاني واشرح فيه الطريقه دي قولوا تحت في الكومنت وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هشرح فيه الطريقه ولو فرضا مثلا عجبني الفيديو ده وطلع زي ما انا متخيله هتضغط هنا على داونلود ويتحمل معاك على طول ولو انت فيديوهاتك تاهت منك وسط كل الفيديوهات دي وما بقتش عارف فين فيديوهاتك ما تخافش واضغط فوق على انبوكس وبعدين اضغط على منشنز وهتلاقي كل فيديوهاتك موجوده هنا بامان ولو عايز تتنقل على الفيديو اللي تايه منك اضغط على جامب وهتلاقي نفسك رحت على الفيديو اللي تايه منك وهقول لك دلوقتي على طريقه ما فيش حد هيقول عليها لو انت عايز يكون لك منطقه برايفت وما فيش حد يتفرج فيها على فيديوهاتك غيرك انت اضغط فوق هنا كليك يمين على بيكا وبعدين اضغط على مسج وحرفيا هنا دلوقتي اي عمليه هتعملها هتبقى برايفت تماما وانت الوحيد اللي هتقدر تتفرج على فيديوهاتك بس وهتطبق هنا نفس الطريقه برضو اللي احنا كنا بنعملها بره عادي جدا بس انا الصراحه بفضل ان انا اكون بره عشان بحب اتفرج على الفن والابداع اللي الناس بتعمله وبتبقى مضحكه في بعض الاوقات تنويه بسيط كل الفيديوهات اللي انت شايفها قدامك دي ما جاتش معايا من اول مره بل كانت نتيجه عمليات كتيره جدا انا عملتها واللي اخذت معايا فتره كبيره جدا لحد ما وصلت للنتيجه اللي انا عايزها بس صدقني النتيجه لا هتوصل فيها في الاخر هتكون مبسوط جدا منها وهتكون راضي عنها تماما ويلا بينا نخش على المرحله بعديها واللي هي المرحله الرابعه، لو احنا فتحنا اي مشهد من مشاهد اللي احنا عملناهم هنلاحظ ان في مشكلتين لو انت اخدت بالك، المشكله الاولى وهي ان جوده الفيديو او الكواليتي الفيديو قلت كتير جدا عن جوده الصوره الاصليه ودي من عيوب بيكا لابس بس طريقة حلها سهل جدا والمشكلة التانية لو انت لاحظت هتلاقي ان كل فيديو بيحتوي على علامة مائية وطبعا ده مش شيء لطيف لما يكون الفيديو بتاعك بيحتوي على علامة مائية ويلا بينا نحل اول مشكلة عشان تعرف ترجع جودة الفيديو الى الصورة الاصلية او قريبة منها هنستخدم اداة من ادوات برنامج كاب كات هتكتب على جوجل كاب كات وبعدين هتدخل على اول لينك وبعدين اضغط على ساين اب فور فري عشان تعمل اكونت او حساب وبعد ما تعمل اكونت او حساب هتضغط على ماجيك تولز بعدين هتضغط على الاداه دي اللي اسمها فيديو اب وبعدين هتضغط هنا على ابلود عشان ترفع الملف او الفيديو اللي انت عايز تعلي الجوده بتاعته وبعدين اضغط على اب وبعد ما يخلص عمليه تحسين جوده الفيديو هتضغط هنا علشان تشوف الفيديو بقى عامل ازاي ولو عايز تشوف الفيديو قبل وبعد عمليه تحسين الجوده هتضغط هنا وده قبل وده بعد طبعا في فرق رهيب وعشان تحمل الفيديو ده هتضغط فوق على اكسبورت وبعدين اضغط هنا على داونلود نعرف نفتح المشكله الثانيه وهي ازاله العلامه المائيه هنستخدم موقع اسمه بي كات واول ما نفتح الموقع هنضغط على ريموف ووتر مارك فروم فيديو وزي ما انا قلت لك سايب جميع اللينكات بتاعت المواقع المستخدمه في الفيديو تحت في الوصف ومن هنا هنختار الفيديو اللي احنا عايزين نشيل منه العلامه المائيه وبعد ما اخترنا الفيديو هيبدا يتعمل ليه ابلود او رفع على الموقع وبعدين هناخد البوكس ده ونحدده على مقاس الووتر مارك بالمنظر ده وبعدين هنضغط على ايريس عشان نعمل محو او ازاله للووتر مارك هيحمل شويه وبعدين اضغط على داونلود فايلز عشان تنزل الفيديو وده بقى منظر الفيديو بعد ما عملنا ازاله للووتر مارك وطبعا الطريقه دي هتطبقها على جميع المشاهد اللي انت عملتها احنا دلوقتي حلينا مشكلتين اللي كانوا مواجهونا بنجاح ويلا بينا على المرحلة الخامسة والاخيرة بما ان احنا دلوقتي عملنا المشاهد كلها وظبطناها وحسنا جودة الفيديوهات وشلنا منهم العلامة المائية فمحتاجين دلوقتي ناخد كل المشاهد ونبدأ نرتبها ونضيف على المشاهد ساوند افكت ونعمل منهم فيلم قصير وعشان نقدر نعمل كده هنستخدم برنامج المونتاج كاب كات وانا شرحت برنامج المونتاج ده في الفيديو اللي فات اللي هتلاقيني سايبه تحت في الوصف هنفتح البرنامج ونضغط على نيو Project وبعدين هنعمل امبورت للمشاهد اللي احنا عايزين نعدل عليها وبعدين هنبدا نرتبها في التايم لاين على حسب الترتيب الاحداث اللي انت عايزها وبعد ما رتبنا المشاهد هنبدا نضيف الساوند افكت عشان ندي واقعيه للمشاهد ودي حرفيا اهم جزئيه موجوده في الفيديو ده وعشان نعرف ننزل الساوند افكت نو كوبي اللي هي بدون حقوق ملكيه هنستخدم موقع ميكسيكيت والموقع ده مجاني تماما وعليه اكتر من 3000 ساوند افكت بجوده عاليه هنفتح موقع ميكسيكيت وبعدين هنضغط هنا على الساوند افكت ولو انت لاحظت هتلاقي ان في فوق قوائم لكل ساوند افكت يعني مثلا هتلاقي انيمالز وفيها جميع اصوات الحيوانات وهتلاقي برضو مثلا نيتشر وهتلاقي فيها جميع اصوات الطبيعه انا مثلا اختار فورست اللي هي المؤثرات صوتيه للغابه وزي ما انت شايف هتلاقي ان في اصوات كتيره للغابه وهتفضل تجربهم من هنا لحد ما توصل للصوت اللي انت عايزه لو فرضا مثلا الصوت ده عجبني هتضغط هنا على داونلود علشان يتم تحميله وعلشان تعرف تضيف ساوند افكت بشكل صحيح وتكون متماشيه مع الفيديو هنستخدم الجزئيه اللي احنا عملناها في الشات جي بي تي في اول الفيديو واللي انا قلت لك هنعرفها قدام في الفيديو وزي ما انت شايف كده هتلاقي ان الشات جي بي تي بيشرح لك تحط ايه من المؤثرات الصوتيه لكل مشهد فانت كده هتبقى عارف المكان الصح لكل مؤثر صوتي من المشهد وبعدين هتاخد كل المؤثرات الصوتيه اللي انت حملتها وتعمل ليها امبورت على كاب كات وهتبدا ترتبهم على حسب المشاهد وبعد ما تخلص خالص مونتاج الفيديو ما تنساش انك تضغط على اكسبرت عشان تحمل الفيديو واستعد دلوقتي لنتيجه الفيديو اللي احنا عملناها مع بعض وزي ما انت شفت كده نتيجه الفيديو كانت عامله ازاي وانت تقدر توصل نتيجه احسن من كده كمان ولكن عايزه وقت وعايزه ممارسه وانصحك انك انت تتفرج على كورسات كتيره جدا ليها دعوه بتعليم المونتاج وهتلاقي طبعا كورسات كتيره جدا على اليوتيوب وكلها مجانيه تماما علشان تطور من نفسك في المجال ده وخليك فاكر ان استوديوهات الانمي مش احسن منك في حاجه وريت بقى ما تنسانيش في اللايك والسبسكرايب لو اتكرمت طبعا وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك الفيديو الجديد اول ما ينزل ان شاء الله واكتب كده ليا كومنت حلو عشان عايزين نوصل ان شاء الله في اقرب وقت ل 10000 مشترك بس كده كان معاكم سونيك سلام عليكم